اول وجبه لطاقه الثلوج في ارمينيا. حالتنا الحظ اليوم الحمد لله والشكر اخذت العائله قلنا نسوي فد فيديو بسيط لهواة مشاهدة الثلوج. اخذناهم جينا على جبال اراكات وحضرنا على جبل اراكات فترنا القهوه وشربنا والان جاء موعد الشاي بانتظار الشاي يخدر حتى نشرب الشاي ونغني خدري الشاي خدري. يلا ألتقيكم في أرمينيا، نحن أرارات للسياحة.